الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من بي بي سي. نبدأ هذا الموجز من الأخبار الليبية، حيث أعلن مسؤول بارز في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أعلن نقل قيادة المجلس السياسي من بنغازي إلى طرابلس لإدارة شؤون ليبيا منها. ميدانيا أفادت وكالة رويترز للأنباء أن معارضين ليبيين اقتحموا الخميس حي أبو سليم في طرابلس، أحد المعاقل الرئيسية للقوات المؤيدة لمعمر القذافي في العاصمة، بعد ضربة جوية من حلف شمال أطلسي لمبنى في هذه المنطقة. قتال عنيف يندلع مجددا بعد هدوء نسبي في وسط العاصمة طرابلس بين القوات التي لازالت موالية للعقيد معمر القذافي وقوات المجلس الوطني الانتقالية. في واحد رمى قناص من بندات الإيمان. تركزت اشتباكات وأطلاق النار الكثيف خاصة في محيط فندق كورنثيا حيث يقيم الصحفيون الأجانب، مع ورود أنباء عن انتشار قناصة تابعين للقذافي في عدد من المباني واندلاع اشتباكات بين الجانبين في منطقة بوسليم. أما بالنسبة لمجمع باب العزيزية فيبدو أن قوات المجلس الانتقالي سيطرت عليه بالكامل، وأصبح الأمر منصبا الآن على السراديب والأنفاق التي توجد تحته. وما كان قلعة حصينة لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها أصبحت الآن ساحة مباحة للجميع. باب العزيزية هو بيت القذافي، وكما تعلم لا أحد يجرؤ على الاقتراب من هنا. نحن الآن أحرار، نستطيع فعل أي شيء هنا. إن هذا البيت هو ملك للشعب. الأمر نفسه ينطبق على المطار الذي تقول قوات المجلس الانتقالي إنها سيطرت عليه بالكامل بعد الاشتباكات مع قوات القذافي. أثار المعارك وتبادل إطلاق الصواريخ لا زالت واضحة بعد إحراق بعض الطائرات. هو من المطار من جميع التراكيل، لكن قواته كانت بعيدة وكانت ترمي، طبعا الهدف متاعها تدمير الطائرات وممتلكات الشعب الليبي، هاو زي ما ريتوا الطائرة. في هذه الأثناء خلت شوارع العاصمة من سكانها مع استمرار جو من القلق، فيما انتشرت جثث القتلى على قريعة الطريق في انتظار من ينقلها إلى المشرحة أو من يدفنها. فالمعركة للسيطرة على العاصمة والبلد بأكمله لم تحسم بعد. وفاء زيان، بي بي سي. هذا وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إن الأيام والأسابيع المقبلة في ليبيا ستكون حرجة، مشيرة إلى أن المستقبل ليس مضمونا. لكن كلينتون تعهدت في الوقت نفسه بأن تقدم بلادها الدعم الكامل للشعب الليبي. وأضافت كلينتون في كلمة مكتوبة أن ليبيا الجديدة لا ينبغي أن تفسح أي مجال لعمليات الانتقام أو الثأر من الماضي، بل يتعين على القادة والشعب أن يعملوا على نشر روح السلام في مختلف أنحاء البلاد. قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة إن اتفاقا تم التوصل إليه للإفراج عن مليار ونصف مليار دولار من أصول ليبية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في ليبيا. وكانت جنوب أفريقيا منعت في وقت سابق هذا التحرك بسبب المخاوف من أن بعض هذه الأموال ستذهب إلى قادة المجلس الانتقالي. وفي هذه الأثناء دعا العقيد القذافي في رسالة صوتية جديدة دعا أنصاره إلى مقاتلة من وصفهم بالمتمردين وتحرير طرابلس. وأضاف القذافي المتواري عن الأنظار أن الأعداء سيهزمون بالكفاح المسلح. اخرجوا للشوارع وقاتلوا، هذه ساعة الشهادة أو النصر، تقدموا في كل مكان. الناس لا يستطيع أن يستمر دائما، لا يستطيع أن يستمر دائما في الهواء، وطز فيه إذا كان بقى في الهواء. هؤلاء سينتهكون حرماتكم، هؤلاء سينتهكون حرماتكم ويعتدون على شرفكم في بيوتكم. هذه هي اخلاقهم، هم بالاخلاق، هم وحوش. لا تتركوهم يعملوا موطأ قدم للاستعمار، واذا الاستعمار سيكون ادهى وامر. لا تتركوا طرابلس لهؤلاء الجرذان، لا تتركوهم ابدا، قاتلوهم، اقضوا عليهم، اقضوا عليهم بسرعه. انتم اغلبيه ساحقه، انتم مسيرات مليونيه عملتوها، اعملوا لنا نفس المسيرات المليونيه تكونوا مقاتله هذه المره. أملوا الشوارع وأملوا الميادين، ما تخافوا من القصف، ما تخافوا من القصف، القصف لا يقصفكم، لا لا يقصف نفسه، لا تخافوا من القصف أبدا، هذه قنابل صوتية، هذه تخيفكم، لا تخافوها، لا تخافوها أبدا، لا تسلموا طرابلس، فلتزحف القبائل من كل مكان لتحرير طرابلس، استولوا على المساجد، استولوا على المباني العالية، استولوا على سطح المنازل، استولوا على المحلات التي على جانبي الشوارع وقاتلوا منها، سوف لن يكون هناك مكان آمن للأعداء. قاتلوهم واقضوا عليهم، انهم شرذمه قليله،
ولكن انتم الاغلبيه الساحقه، انتم الجماهير الهادره، ليبيا للشعب الليبي وليست للعملاء، ليبيا للشعب الليبي وليست للاستعمار. أعلن مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي أنه تم التوصل إلى اتفاق جديد حول تثبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية.